يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها السادة، مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة تكريما منهم لروح كريمة صعدت إلى رب كريم، نعيش وإياكم إلى عالم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، داعين الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن الله يرحم متوفاتنا وأموات أموات المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و
إن قرآن الفجر كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مبعوثا.
مقاما محمودا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وزاق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتك 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 فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قليلا قل كل يعمل على شاكلتك فربكم أعلم فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
أو تكون لك جنة من نخيل أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف أو في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل عليهم من السماء ملكا رسولا
قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذا أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وبذلك عبر عسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات تحت إدارة الحاج عطية أبو دنا وأولاده والمقيم بشيبة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع لولات الأنوار الفضية الحديثة تحت إدارة الحاج جودة برطوم وأولاده والمقيمة بالرحمنية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع كبرى مخازن الفراشد الحديثة الذهبية الكبرى إدارة الحاج السيد عبد الغني وأولاده والمقيمة بميت أبو خالد كما قام بالخدمات الفندقية وأعمال البوفيه المميزة إدارة المتر سامي السيد وأولاده والمقيمة بالرحمنية كما قام بتصوير هذه الليلة القرآنية وبثها عبر شبكات الانترنت لنراها كل يوم وليلة تحت إدارة المهندس ناصر صلاح وأولاده والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية
أيها السادة، باسم جميع آل عفيف الكرام نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء، وللفقيدة الرحمة، وللأسرة الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدواء.